السلام عليكم. المرة اللي فاتت اتكلمنا في الحصة بتاعتنا اللطيفة الجميلة كده، كنا بنقول من هم السمباثات الكبار؟ قلنا ثلاث كلمات بالراحة خالص: أعصاب، موتور، أوتونوميك، وظيفتها ريجيونيشن. بالراحة كده، الأعصاب كانت يا سنسور يا إما موتور. هم كانوا أعصاب موتور. الموتور كان نوعين، يا إرادي اللي رايح لعضلات السكليتا لو مالناش دعوة بيه اسمه سوماتيك، يا بتوعنا دلوقتي اسمهم موتور أوتونوميك ووظيفتهم ريجيونيشن. يعني لازم يكونوا رايحين لشغل قائم بالفعل عشان يبقوا عكس بعض. تعال نترجم القصه كده، ان اعصاب موتور يعني بيديله الاشاره من السي ان اس لحد الافكتور اورجن. معنى كلمه اوتونوميك ان تعاملهم كله مع مين يا شبابنا؟ سموث ماسل، كاردياك ماسل، والجلانس. وظيفتهم ريجيوليشن، فكانوا لازم يبقوا اثنين. مجموعه اعصاب تسمى سمباثاتيك ومجموعه اعصاب تسمى بارا سمباثاتيك. في الاغلب هم عكس بعض. انتاجونستيك اكشن. ليه؟ مو عشان اقول لك انا بعرف اسيطر يبقى لازم يكون عندي اللي بيعرف يزود واللي بيقلل، بيعرف يوسع واللي بيعرف يضيق، عشان لو اي مشكله اتبلغت بيها كسي ان اس انا عندي اللي هيعرف يتصرف. لما خدنا في الموضوع شويه قلنا ان اعصاب السمباثاتيك عشان شغلها مرتبط ببعضه، يعني مفيش عصب سمباثاتيك في الجسم ينفع يؤدي وظيفته الا لما اخواته هم كمان يشتغلوا في نفس الوقت. يعني انا عصب سمباثاتيك رايح للقلب عشان شغلي يتم تمام، لازم بتاع السمباثاتيك اللي عند الجهاز الهضمي والسمباثاتيك اللي في الوش والسمباثاتيك اللي في الليمبس يشتغلوا في نفس الوقت في نفس اللحظه. عشان كده ربنا عز وجل خلى الجنجلة بتاعتهم غالبا جنجلة في المكان ده اسمها لاترال جنجلة او كاناتومي. طبعا السي ان اس هنا بالنسبه للسباينال كورد، السباينال كورد حضرتك كلكم عارفين هو ماشي جوه مين؟ فيرتبرال كولون. فعشان هم على الجانبين سموهم بارا فيرتبرال. هم لاترال اور بارا فيرتبرال جانب. وربنا خلى الواحد بري جانجليونيك لما يخش جوه الجانجل يطلع قد ايه لو حد شطور فاكر؟ 32. واشمعنى 32؟ بعدد اعصاب السمباثاتيك في الجسم. يعني ببساطه يا جماعه احنا زي في الماتشات كده في 11 لعيب كل واحد له مركز في الملعب، مفيش ماتش هيتم كويس والفريق كله يبقى كويس لما كل واحد في مكانه يبقى شغال زي الفل. السمباثاتيك كده هتحفز السمباثاتيك اللي رايح للوش لازم في نفس اللقطه السمباثاتيك اللي رايح لكل حته يشتغل. ربنا سخر ده ازاي؟ بالمنظر العصبي اللي احنا قلناه القصه اللي فاتت. حين ان البارادسكريت سيستم، ايه الالفاظ دي؟ ديسكريت يعني منفصل، كل واحد في حاله، ملهاش دعوه بالتاني. عصب البارا اللي رايح للجهاز الهضمي دوره مش محتاج حد تاني. عصب البارا اللي رايح للوش مش محتاج حد تاني. عصب البارا بتاع الافراد مش محتاج حد تاني، وبالتالي ربنا مش محتاج للبارا ديستريبيوشن. بالعربي يعني ديستريبيوشن مش عايزين انتشار، مش عايزين هم مالهمش علاقه ببعض، كل واحد في حاله. عشان كده ربنا خلى اعصاب البارا الجانجلة بتاعتها تبقى على الافكتور اورجن. تبادل الجانجلة بتبقى على الافكتور اورجن مش في السكه كمان، على الافكتور اورجن ذات نفسه. وطبعا سؤال عبيط كده من على السبوره اهو، يقول لك مين اطول، البري ولا البوست في السمباثاتيك والبارا؟ السمباثاتيك طبعا الاطول، البوست جنجلون باين هنا على السبوره. في البارا انت بتفرق الترم الثاني، هقول لك ان احنا ما بنشوفش بوست جنجلون اصلا في البارا. ليه؟ ده الجنجل على الفيكتور اورجان اساسا، فما فيش بوست جنجلون اساسا. انت عرفت ربنا خلقهم كده ليه؟ في اخر الحصه اللي فاتت قلنا استفدنا منهم ايه واحنا بنختار الادويه. انك لو قررت تستخدم دواء سمباثاتيك يبقى تبقى عارف ان هيعمل اعراض جانبيه كتير. احنا قلنا قبل كده اعراض جانبيه يعني العرض اللي انا مش عايزه في الحاله اللي قدامي، مش معناه العرض الوحش لان مفيش عرض وحش في المجمل كده قد ما في عرض انا مش عايزه في اللي قدامي. يعني انا مثلا ضربات قلب ضعيفه هديك دواء يعلي ضربات القلب. هل انا في ايدي ان انا ادي دواء يشغل السمباثاتيك اللي في القلب بس؟ الفسيولوجي بيقول لك لا اهو، انت هتضطر تشغل السمباثاتيك اللي رايح القلب، هتتفاجئ انه عمل ايه؟ ديستريبيوشن، يشتغل السمباثاتيك في الجسم كله. هل انت عايز ده في الحاله اللي قدامك؟ فبقى سايد افكت. طب نتغاضى عن ده ازاي؟ لوكال يعنيه يا دكتور؟ يعني على العضو اللي انت عايزه بس، يعني عايزه مثلا للعين اكتر، عايزه من هنا يبقى عامل استنشاق. واللقطه اللي احنا هناخدها بس مش النهارده، خليه سبيسيفيك. يعني ايه سبيسيفيك؟ تعال اسالكم سؤال كده خفيف يعني. في اخر الحصه اللي فاتت اتكلمنا عن الاكشن اوف السمباثيك في الجسم، قلناها مجموعه اعصاب السمباثيك في الجسم بتعمل اكشن شبيه بواحد متوتر بيتخانق، واحد شاف اسد، واحد شاف كلب، كان شعره هيقف، عينيه هتبرق، هيريل وشه اصفر، كان بيشغل القلب والرئتين، وسع مجرى التنفس، لكن في النص التحتاني مش سكته بقى، كان بيهدي الهضم،
بيجيب جلوكوز من الكبد، بيجيب ارجنسيز من الطحال، الراجل بيحبس ويحبس، كان بيحبس البي بي والدقيق. فلو سالتك سؤال وفكر قبل ما تجاوب يعني خد رايك. ما تاثير السمباثيك على السموس ماسل اللي في الجسم؟ بما انه بيتعامل مع سموس ماسل كونتراكشن ولا ريلاكسيشن؟ انقباض ولا انبساط؟ انتوا لحقتوا تفكروا؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا كلهم جاوبتوا غلط ما شاء الله. الاثنين والله العظيم والله الاثنين اقول لك بامارات كتير قوي. ده ابسط اماره، ما تاثير السمباثيك على الرحم لو حد شطور فاكر؟ انا كنت بقول لك على حسب. يعني اوقات بيعمل له ارتخاء واوقات بيعمل له انقباض. طب هو العصب فاهم يعني الكلام ده؟ بتتعامل ازاي بريسبتور؟ دي الحصه الجايه. في ريسبتور على الافكتور اورجن، في ريسبتور لما توصل له اشاره سمباثيك بيعمل ارتخاء، وريسبتور لما توصل له اشاره سمباثيك بيعمل انقباض، على حسب مين اللي موجود. فاللي عايز اقول لك لنفسكم يعني اتحكم في الموضوع ده هرمونيا. طول فتره الحمل يعني لو حتى ما حضرش البريولوجي كده فكروا في الكلام ده. طول فتره الحمل الهرمون اللي بيبقى مسيطر بروجسترون. الشطور فاكر البروجسترون كان ايه؟ ايوه افتكرت اقول لك سنتريفيج. البروجسترون ده حبيب المستقبلات بتاعت السمباثيك اللي بتعمل ارتخاء. فطول ما هو موجود طول ما الريسبتور دي هي اللي مسيطره وعددها كبير وهي اللي شغاله. كل ما الست بتقرب من الولاده هرمون البروجسترون بيقل والاستروجين بيبتدي يزيد. الاستروجين بقى حبيب المستقبلات بتاعت الانتقال. عشان كده الست ما قبل الولاده على طول هتلاقي كل فتره كده بتحس بانقباضات في الرحم عماله شغاله على بعض. المهم عشان ما وجعش دماغك. نسمي ده بقى عشان هبدا احس النهارده وقت اتاخر شويه على النقطه دي. ايه المطلوب من حضرتك النهارده؟ النهارده احس ترجمه ولو انتم فايقين هسالك شويه اسئله ما زي القمر مش فايقين طب ما ايه اللي مطلوب من حضرتك؟ بص على السفوره انا بدات في السيرج النهارده. ايه اللي مطلوب من حضرتك؟ تحكي لي رسمه على السفوره دي. تمسك لي اعصاب السمساتك في الجسم تقول لي اوريجن. اوريجن يعني طالعه منين؟ هي طالعه من السينس. السينس لا ما قرب الكاميرا شويه. برين ولا سباينال كورد؟ سباينال كورد. ليه بتاعتنا احنا مش بتاعت الكتابه اللي كتبت مش الكلام ده؟ عشان ربنا لو ركزت ربنا خلق السمساك عشان يوقف الشعر بذمتك. ربنا خلق السمساك عشان هضم والاخراج مسكه الباطن. ده هو في الهضم والاخراج قاعد هناك بس عشان الباطن يبقى مؤدب. انما هو ربنا خلقه بالذات عشان مين؟ السورس. فكان منطقي ان اعصاب السمساك في الجسم منبعها الوكر بتاعها بتطلع من السينس تحديدا منين؟ من لاترال برونسيل. مش مشكله لاترال برونسيل دلوقتي كل الفقرات واستراكه واول اربعه لمبر لان اللمبر خمسه. عشان كده قلنا عليهم 16 زوج من الاعصاب 12 سراك واربعه لمبر. ما احنا متفقين ان الحبل الشوكي متقسم زي العمود الفقري في الاسامي. يعني في منطقه سيرفايكال طالع منها اعصاب سيرفايكال ومنطقه ثوراسيك ولمبر والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فالاعصاب اللي طالعه من المنطقه الثوراسيك واول اربع اعصاب من المنطقه اللمبر هي دي الاعصاب اللي بتطلع سمساتك. ريلي حد يعرف يعني ايه ريلي؟ هتخش في انهي جانب؟ العادي لاترال. العادي لاترال. ولو حضراتكم ما سمعتوش القصه بتاعت الجانجليا فاللاترال الجانجليا عشان كانوا لازقين في العمود الفقري فبرضه متقسمين بنفس اسامي العمود الفقري يعني في سيرفايكال ثوراسيك لمبر سكر والكلام ده. بس العدد مش زي الاعصاب. يعني ايه؟ يعني في المنطقة السيرفايكال في كام عصب؟ في 8. خد بالك في 7 فقرات بتوع عمود فقري عظمي ماليش دعوة بالكلام ده، أنا بتكلم على حبل الشوكي. في 8 قطع في الحبل الشوكي السيرفايكال، يبقى مطلعين كام عصب؟ 8 أسواق. قصادهم كام جنجلة؟ 3 بس. سوبيريور وميدل وإنفيريور. يعني في 3 بس في المنطقة السيرفايكال. ومن 10 ل 12 في المنطقة الثوراسيك بتختلف من سن للتاني. وأربعة لمبر، أربعة سكرة، وواحدة أكسجين. دي ارقام ايه؟ جانجليا. بص يا معلم بص عشان تتخيل ده المخ عشان انا عارف انتوا شايفين عصير بلا عصير. كعظم في عمود فقري انا خدته في الانامي كان الفقرات متقسمه 7 12 5 4 صح؟ بيكون في الزباله بقى. ماشي جوه العمود الفقري حبل شوكي. فالحبل الشوكي متقسم في المسابق متقسم زي ما احنا في الشارع كده هتلاقي لو الشارع له اسم او في حاجه مشهوره هتلاقي كل السوبر ماركت اللي جنبه بنفس الاسم هتلاقي اي حاجه بنفس الاسم. الحبل الشوكي متقسم سيجمنت. سيجمنت يعني ايه؟ قطعة. 8 سيرفايكال 12 ثوراسيك 5 لمبر 5 سكر 1 فورسوجيت. حلو؟ يبقى مطلعين كام عصب بنفس الاعداد بس بيرس. يعني الاعصاب الشوكيه يا ابني كام سيرفايكال 8 بيرس. واحد يمين واحد شمال وهكذا بقى. جنبهم مباشر في جهاز اللي قلناها المره اللي فاتت اسمها لاترال. حلو؟ نو. اللي انا اسمها بالاسم دي. هتتسمى ايه؟ برضه سيرفايكال ثوراسيك لمبر سكر.
بس هل كل عصب له جانجل لوحده؟ قال لك لا لا لا، عدد الجانجل مختلف شويه. الجانجل في المنطقه السيرفايكال بيبقوا ثلاثه بس، في الثوراسك من 10 ل 12 اربعه لمبر، اربعه سكرال، واحده كروسر. فهمت اللعبه كده؟ تعالى بقى، ده طبعا كلام عن بس سهل. وكان في نوع من الجانجل اسمه كولاترال. كولاترال دول عند الابدومينال اورتا، لو سمعتوا عن حاجه اسمها ابدومينال اورتا. اه والله. دول بيدخلوا سمباثاتك وبارا في منطقه الجي اي تي والبلس. يعني اي سمباثاتك او بارا في منطقه الجهاز الهضمي او في منطقه الحوض بيخش في كولاترال جانجل. ما دون ذلك يعني اي مكان ثاني في الجسم. سمباثاتك بيخش في دول هم اسمهم لاترال، والبارا بيخش في حاجه اسمها تيرمينال على الفيكتور. عشان كده الكتاب اللي انا غاي قوي في بدايه السمباثاتك هتلاقي كاتب اربع صفحات مش هيقراهم اكيد. كاتب سمباثاتك جانجل. يعني هو كاتب درس قبل كده اسمه جانجليا، وقال لك الجانجليا ثلاث انواع. لاترال اللي انا لسه حاكيها هناك اللي بالاسمر دي، كولاترال اللي انا هقولها حالا، وترم. مين فيهم بيعمل ريلي او محطه تقويه للسمباثاتك؟ السمباثاتك في العالم بيخش في ايه؟ في لاترال اهو عشان يحقق الفكره بتاعت الديستريبيوشن. ما عدا في منطقه الجهاز الهضمي بيخش في ناس اسمهم كولاترال، اسمهم ايه تحديدا؟ سيلياك وميزنتريك ورينا. الاسامي المفروض تكون بقت سهله، اظن انت عارف يعني رينا طبعا. دول اسمين قلت فيهم شرايين المره اللي فاتت لو حد يعني فاكرهم كويس. يقول لك سيلياك نسبه للسيكا، وميزنتريك ده ثانيه من ثنائيات الغشاء البرتوني. يعني الغشاء البرتوني مش نفس الستاره كده، عارف انت بتخش على كل عضو وام كيسه. شفت الثنائيات دي كل ثانيه لها اسم، يعني في ثانيه لها اسم في العمل ودي الثانيه اللي في النظر. فاي حاجه معديه اسمها ميزنتريك، يعني في هناك ميزنتريك جانبي وفي هناك ميزنتريك ارت وميزنتريك فيت والى ذلك. وفي منطقه البلفس الحب هي جانجليا واحده اللي هناك اسمها الهايبوجاستريك. طبعا انت عارف يعني ايه جاستريك صح؟ يعني دلوقتي لما اسالك ايه الجانجليا اللي ممكن تشوف اعصاب السمك بتخش فيها؟ العادي لاتر الا في المنطقتين دول بيخشوا في دول. طب والبارا؟ العادي ترنا الا في المنطقتين بيخش الاثنين دول. يعني البلدي في منطقه الجي اي تي والبلفس في جانجليا مشتركه اهي تدخل اي حد سواء سمباثاتك او بارا سمباثاتك. نقول تاني بقى بس المسالك الاوريجن بتاعه طالع منين تحديدا؟ لاترال كورنسيلس وراكو او الرباعي ريلي لاترال ما عدا عند الجهاز الهضمي بيخش في دول، وعند البلفس بيخش في الاخت دي. الاكشن بس خلاص بس يا سيدي. ايه الاكشن؟ شعره هيقف، يعني هتبرع، هيريل الوش وسكار، هيشغل القلب جامد، هيشغل الرئتين، هيوسع البروتوكول على الجهاز الهضمي، هيشغل ولا هد البطن؟ هد البطن، هيجيب جلوكوز زي ما قلنا المره اللي فاتت، هيجيب كرات دم حمراء عشان محتاجاها، هيجيب نقل كيميائي من السوبرينا المضله الله يمسيها بالخير، الغده القزليه كانت كورتكس ومضله، المضله فيها الادرينالين والنور ادرينالين بتوعه. وتحت احبس احبس يحبس البيبي ويحبس الاحتواء الرحم على حسب. طب على الاوعيه الدمويه الراجل بيضيق اي وعاء دموي الا اثنين، اللي بيودي للقلب اللي هو الشريان التاجي، واللي بيودي للعضلات السكيتر في ايده والرجل. ما هو دول عضلات السكيتر في الجسم خالص. احنا جايين بقى بقى خالص. احنا جايين بقى نعمل ايه؟ العصابه كلها عصابه اعصاب السمباثاتيك كلها طبعا المكان ده كلها ليه هنا؟ كلها الاكشن اللي انا قلته. انا هقسمهم في الجسم بقى، هم بيقسموهم ازاي؟ مجموعه اعصاب سمباثاتيك تو هيدن درينك سمباثاتيك تو ثوراسيك فيسرا يعني الصدر، سمباثاتيك تو ابدومينال فيسرا، سمباثاتيك تو بيلفيك فيسرا، وسمباثاتيك تو زاليبس. الموضوع عبط او لا؟ بس قبل ما اكمل في امتحانك الجميل اي حاجه لها علاقه بالسمباثاتيك تسمى ادرينرجيك. اي حاجه لها علاقه بالسمباثاتيك تسمى ادرينرجيك. المفروض تكون عرفت ليه؟ عشان النقل الكيميائي بتاعهم ادرينالين ونور ادرينالين. فاي حاجه لها علاقه بنقول عليها ادرينرجيك. يعني الاعصاب اسمها ادرينرجيك. ادرينرجيك نيرفز المستقبلات ادرينرجيك ريسبتور. الادويه ادرينرجيك دراجز اللي هيوقفوا ادرينرجيك بلوكرز. كل الحاجات دي بتسمى باسم السمباثاتيك. يلا بينا جاهزه يا حاجه؟ كلنا على الله. انا حسيت الترجمه بس والله يعني عشان ما تتوهش وتتخيل ان انا هقول معلومات كتير. انا هترجم يا بابا، خد بالك ان الامتحان هيجيب الفاظ مش في الكتاب، لانك المفروض انك بني ادم. لو بتحسس هتجاوب. اه والله العظيم لو بتحسس هتجاوب. يعني هو اصلا انت لو فهمت انا قلته بالعربي ده هو اللي يقول لك اعصاب السمباثيك بتعمل كل الاتي ما عدا، شوف الاتي ده يمشي مع واحد شاف اسد ولا لا هتجاوب. صباح العسل حتى مش عارف من ايه. يلا بينا. سمباثاتيك تو هيدن نيك. هو السمباثاتيك كله طالع منين؟ الصراخ هو اول لمبه. الهيد والنيك فوق ولا تحت؟ الراس والرقبه بالانجليزي يعني فوق ولا تحت؟ فوق. برافو عليكم.
يبقى طالع من تي 1 لتي 2. ريليف اعلى جنجليا في الجسم اسمها السوبيرور سيرفايف. الاكشن كالابارا اللي قدامك في ورقتين هتلاقوهم نزلوا اول ما تخلصوا القصه يغنى عن الكتاب خالص. شعره هيقف ترجم يعني شعره هيقف اسمها هير اريكشن. اه والله اه والله العظيم. والعضله اللي بتوقف في الشعر كان اسمها اريكتور بيلي ماسل بيلي عند البتاع. وفي ناس بتسميها بايلو موتور ماسل يعني موتور ليش؟ عضلة شعر. طبعا العضله دي في الانسان مش قد كده يعني بتبقى في القطط في الانفت في بتاع انما احنا مش بتوع الكلام ده. عينيها تبرق الحب كله عينيها تبرق لثلاث حاجات بصوا بقى واحفظهم الله يبارك لك. تكس اوف سالموس ليد ريتراكشن بيوبل دايلاتيشن. اكس اوف سالموس ليد ريتراكشن بيوبل دايلاتيشن. قول بالراحه بقى اكس اوف سالموس. كان نفسي اقول لكم انتوا خدتوا ترمينولوجي بس واضح ان احنا ما خدناش ولا حاجه. اوفثالمولوجي ده كان العين والله العظيم. اه والله كان جفان اسمه سينوفثالم يبان حاجه كده وبتاع. فاكس اوفثالموس يعني محفوظه بعينين يعني هتطلع لبره اسمها اكسو عكسها انوفثالموس اكس اوفثالموس. وطبيعي لما نعمل اكس اوفثالموس زي ما انت شايف كده يا دكتوره اللي نايمه طبيعي جفن العين الفوقاني والتحتاني هتلاقي الفوقاني ضرب من فوق والتحتاني نزل لتحت اسمها ليد ريتراكشن. ما هو اسمه اي ليد. طبعا دول بلح دول هتسمعهم في الكسيولوجي وترميهم في الزباله لان دول مش في الانسان. مش معقول كل واحد هيتوضع هتلاقي بضاعة وصالك يعني مش منطقي كده. مش هنبص في الامتحان الناس كلها عامله لبعض كده. الكلام ده مش في الانسان قوي. اللي في الانسان مهمه الثلاثه بتاعتها. انسان العين اهو ده اسمه بيوبل. هو بيوسع البيوبل عشان يدخل ضوء اكتر عشان اشوف كويس اللي انا بتخانق معاه. ما انا مش هبطش على عماية. اسمها هو اسمه ايه؟ بيوبل. اسمها بيوبل الهي اعدلكم في كل حاجه في حياتك. ما تبقاش كلمه فازو اللي بنى في بق حضرتك بس الناس كل ما تيجي بيعمل ايه في البيوبل؟ فازو دايلاتيشن. يا ابني فازو يعني نوعها دم وحبيب. دي اسمها بيوبل دايلاتيشن بيوسع البيوبل. او لها لفظ ثاني بيقولوا عليها مدرياسس. دي الالفاظ اللي هتجيب مدرياسس يعني بيوبل دايلاتيشن. الترم الثاني في الفارما اقول لك انا هجيب دواء يوسع حدقه العين دواء مدرياتيك يوسع حدقه العين. اكسوكس لا لا احسوا الله يكرمك عشان انا بحبها دي بدايه الحاجات يعني. اكسوكس الموست ليد ريتراكشن بيوبل دايلاتيشن. اكسوكس الموست ليد ريتراكشن بيوبل دايلاتيشن. طبعا العضله اللي بتوقف شعرك اسمها اريكتور بيلي ماسل. العضله اللي بتوسع البيوبل اسمها دايليتور بيوبلاري ماسل. اه ما خلاص اللي بتعمل بيوبل دايلاتيشن اسمها دايليتور بيوبل. اللي بتعمل اكس اوف اسمها مولرز ماسل مش هتسال على اسم العضله ما توجعش منها. والليد ريتراكشن الليد باللاتيني اسمه تارسس يعني ان شاء الله لما تاخدوا كده كمان سنتين العضله اسمها سوبير وانفيرور تارسال ماسل. اسمها سوبير وانفيرور تارسال ماسل. تعمل كده شعره انا بترجم والله العظيم شعره هيقف في اسمها عينيها هتبرق هيريل يعني هيزود ايه؟ السلايفا والاسفين بس يعني معلش اني اسف ما ينفعش اقول بيزود السلايفا اصلا شكل معايا اصلا اسمها بيزود السلايفا بس السلايفا فيسنت او تروفيك يعني لزجه كميه صغيره قوي لكنها غنيه بالانزيمات ريتش انزيمز اللي كان بيزود بالكميات بقى والاندخه والمليطه والذروطه كان بره سمباثيك وبيزود السويت دي عليها تكه بس انا مش عايز اقولها دلوقتي ولا حاول العصب اللي بيروح للسويت جلاندس عصب سمباثيك متفقين اه طبعا انا بعرف انت لما باجي لما بتوتر مش وانا منتخ مش وانا باكل يعني الا لو انت حلو في مطعم واحد الدنيا حر الطبيعي ان انا بعرق وانا باكل وانا بتخانق فعشان كده العصب اللي بيروح للسويت جلاند عصب سمباثيك بس في مفاجاه هنقولها في قصه الكيميكال ترانسميتر ان النقل الكيميائي جواها استايلكولين مش نور ادرينالين ليه وازاي وفين وامتى وبكام دي عليها دي احد اجابات الاسئله المفيده ده هنعرفه بعدين فبيسموا العصب كلمه غريبه بيقولوا لك عصب كولينرجيك سمباثيك ايه؟ اصل انا اعرف ان السمساك بيسمى ايه في اول حصه؟ ادرينرجيك ده عشان جواه ستايل فيلم بيسموه كولينرجيك سمباثيك وخلوها الورقه وشه اصفر يعني وشه اصفر فازو كونستريكشن من حاجه بقى فازو كونستريكشن للفيشيال بلاد فيسل تقول له كوتينيوس فازو كونستريكشن كوتينيوس بقى قوي كوتينيوس اه والله اسمها كده في الامتحان مش كل ده في الامتحان يقول لك عنده بلد وقلناها بص الترمينولوجي بس مش هتفتكر. بلو يعني شاحب بقى وش اصفر زي الليمون. فين الحفظ في يعني انساه ازاي طب انا ابني اللي بيقعد يحفظ ده اقسم بالله ما اجيبه.
طالع من فوق الريلي فوق شعره هيقف عينيه تبرق الريلي وشه اصفر بس وان اوف ذا لا مش وان اوف ذا وان ات از ذا موست امبورتنت كويستشن اول اوفر ذا ويلد اول اوفر ذا فاكالتيز اند اكزامز اول اوفر ذا سيز اول اوفر ذا بلانتس. ما ينفعش امتحان في السيرجي من غير السؤال ده مستحيل مستحيل ده معنى كده مستحيل اي كلمه اللي هيحطه الامتحان ده هم شارحين الاوتونوك عشان هورنر سندروم. هورنر سندروم ويعني ايه سندروم؟ متلازمه مجموعه اعراض بتيجي مع بعض. هورنر سندروم هي مجموعه اعراض بتيجي نتيجه قطع السمباثيك تريد اند ليك. طبعا هو في الكتاب كتب حاجه لطيفه وفي الامتحان ممكن يفسحك وللاسف ان شاء الله هنحط الامتحان. يقول لك عشان تدمير في ده ايه؟ في الجنجل ده ايه؟ الجنجل اللي اسمها السوبيرو سيرفر. ده لو انا بقول لك ايه؟ ليجن ان ذا بوست جانجليونيك فايبرز ذات ارايز فروم ذا سوبيرو سيرفيكال سيمباثيتيك تشين مي كوز اول اكسيدنت. شفت كل اللي انا قلته ده؟ هورنر سندروم. مش العصب طالع من دي واحد في اثنين وريليف السوبيرو سيرفيكال ورايح للوش عشان يعمل الكلام ده؟ لو قطعته في اي منطقه من دي هيحصل هورنر سندروم. بس اشهر سبب طبعا بيبقى ايه؟ قطع الكلام ده. اكس هيحصل عكس. والله هيحصل عكس ليه صح؟ عشان بصوا انا كان الكلام ده لما كان بيجي لي انا كنت صايع معلش انا كنت غلط شويه كنت الاول على فكره في الفيسيولوجي عشان كنت صايع. فقلت للدكتوره ايه؟ هيحصل اعراض ديو تو ان اوبوزد باراسمباثيك اكشن هي مش هتكمل ايه؟ انا كده حطيت يعني عندي خلاص قلت لهم انا برنس هتحصل اعراض عشان البربه ايه؟ اتشالت التكتيفه بعد ما كان السمباثيك مخلي البربه فوق وقالت لما البربه هيخربها فتحصل اعراض نتيجه ان اوبوزد باراسمباثيك اكشن تعمل عكس عكس هير اريكشن. لا ما فيش عكس هير اريكشن هي العضله بتخلص المساج بس انت اللي مسكتيه هي هيسبس بالشعر العضله دي بتخلص المساج بس عشان انا مش عايز العكس اللي قدامك عكس اكس اوف سالموس ان اوف سالموس عكس ليد ريتراكشن ليد دروب عكس بيوبل دايركشن بيوبل كونستريكشن نقص في السلايفا والاسبيت وعكس فازو كونستريكشن فازو دايلاتيشن ده الترا شورت زي ما ايه هتبقى ازاي بقى توزس مايوزس ان هيدروزس ان اوستالموس وفازو دايلاتيشن توزس مايوزس ان هيدروزس ان اوستالموس وفازو دايلاتيشن توزس مايوزس ان هايد ايه انت بتقول ايه؟ بقول هو نفس اللي انت عايزه انا لو هعكسه اظن هو بطريقه دوريه لو عكست الكلام مباشر او تحفظه لان النجمه لطيفه وانا بحبها توزس مايوزس ان هيدروزس ان اوستالموس وفازو دايلاتيشن اعراض الهورنر سندروم توزس مايوزس ان هاي ايه 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 بالراحه بالراحه بس انتوا خدتوا انا شرحت الترمينولوجي ماهيتوزس يعني ليه الدروب؟ اه والله العظيم اه والله فاكر كنا خدنا هنقفل وتوزس وبتاع مايوزس يعني بيوبل كونستريكشن دي عكس الدياسس اللي هناك. ان هايدرو هايدرو يعني ايه؟ ميه اللي هي نقص الصلايفة والاسفيت ان هايدروزس ودول زي ما هم. فعايز تحفظها توزس مايوزس ان هايدروزس ان اوستالموس وفازو دايلاتيشن. توزس مايوزس مش عايز تحفظها بالتفصيل يبقى عكس واحد شاف اسد. طب هنعمل يعني السمسكة هي من الايد والنك واحد شاف اسد يبقى شعره هيقف عينيه هتبرق يلاقي الوش اصفر قطعته العكس هو نفس النقطة. عايز تحفظ احفظ اللي راحك بقى شوف هتيجي معاك منين مش عايز لا ده ولا ده مش مهم يبقى اعمل بالاستماعات في السؤال بتاع الام سي كيو اه والله والله ما هتلاقي جبتين ينفع توز والناس كلها هتلبس في الاوتونوم نفسها عشان بيحفظوه اه والله زي ما بقول لكم هتشوفوا الكلام ده بعينيكم وبقولوا هو عمكم عمر ايه توز مايوز ان هيدروزس نوستالموس وفازو دايلاتيشن توز مايوز ان هيدروزس نوستالموس وفازو دايلاتيشن توزس مايوزس ان هايدروزس ان اوستال انا مش فاهم عشان تحفظه محدش قلبه اتحرك محدش حاسس ان في حاجه غلط مثلا هو مش حضرتك قلت لي ان الاعراض دي نتيجه ان اوبوزد بره اكشن اللي انا بقول ده بره المنهج بس عشان يبقى ايه يعني انا بني ادمين اصل انا ما بحبش اسلم دماغي للكليه زي ما انتم مسلمينها كده من بدري قوي طب اصبروا شويه اصبروا سنه ولا اتنين هو مش انت بتقول الاعراض دي نتيجه ان انا قطعت سمباثيك فالبرا اشتغلت؟ هو البرا يعمل يعني هايدروزس؟ ده البرا بتاع الثروات ده انت هنا ايه ده؟ انتوا فهمتوا السؤال الاول؟ ازاي بتقول لي اني قطعت سمباثيك
فحصل بره وتقول ان البره بيقلل الصلايفا والاسبرين. انت قايل ان البره بيطلع صلايفا بكميات رهيبه. حصل؟ ناو كام ده بقى؟ والكتاب مش مفسر لانه عارف مش تسالوا بقى يعني ما بندقش احنا في الهيئات دي. فهمت السؤال كده خلاص؟ اه اجاوب انا. من المرات اللطيفه جدا ان الكتاب يبقى دقيق قوي في كلامه، الكتاب ما قالش دي هايدريشن. الكتاب قال ان هايدروزيس. لو انا جبت طبق كوشري وخدت منه معلقه هتحس بحاجه؟ لا ردوا عليك بجد هتحس بحاجه بس الحاجه نقصت معلقه. طلوع الصلايبه من الجسم كان عقبال عملتك ذا سيم اكشن سمباثيتك وبارا صح؟ لو بنقول بالارقام مثلا في 10 لتر صلايبه بيطلعوا بسبب السمباثيتك والبارا، البارا له 9.9 من 10 والسمباثيتك 1 من 10. لو السمباثيتك اتقطع الصلايبه هتنقص؟ اه طبعا بتنقص. بس ما زالت موجوده، عشان كده هو قال ان هيدروز. وانا كنت دقيق قوي في كلامي، قلت نقص في الصلايفا وسويت، ما قلتش ما فيش صلايفا وسويت، لا ده فيه وفيه كتير، بس ناقصين انزيمات وناقصين كميه صغنطوطه خالص بسبب عدم وجود السمباثيك. فهمت اللعبه جت منين؟ السؤال الثاني عشان هو مش في الكتاب بس هيجيبه في الامتحان. الاعراض بتبقى ابسي لاترال. ابسي لاترال يعني ابسي لاترال نفس لان غالبا القطع بيبقى قبل الكروس. عشان هيجيبه نص المخ اليمين مسؤول عن نص الجسم الشمال، فطبيعي اليمين بيقوم مع الشمال جاي بالكروس. لو قطع بعد الكروس يبقى عكس، يعني لو بادئ من هنا وكنت عامل كروس ورحت هنا كنت قطعت هنا يبقى انا قطعت هنا اثرت على هنا والعكس. لكن هنا القطع يبقى قبل الكروس يبقى ابسي لاترال ما عدا اعراض العين. اعراض العين بتبقى باي لاترال. المفروض انا قطعت بصل ده باي لاترال الناحيتين ليه؟ لان العصب البصر بتاع العين اليمين بيودي مركز البصر يمين وشمال وشمال بيودي يمين وشمال، فلما تقطع هتاثر على اليمين. يبقى الاعراض دي عشان هو جابها قبل كده في الامتحان. قال لهم يا ترى هيحصل فازو دايلاتيشن او زياده في الدم او ممكن يقولها بلفظ تاني خالص. بص اللفظ ده مش في الكتاب بس انتوا خدتوا هايبرينيا. لا سهله دي. ايه يعني ايه؟ وهايبر ايه؟ دم كتير. حلو خالص ماشي؟ يلا بينا بس يا سيدي وعندكم زجرات توكلنا على الله. احنا كده شبه خلصنا يعني حصه هنتسلى شويه. ده السمباثيك تو ايدن دنيك. سمباثيك تو ثوراسيك فيسترا. ثوراسيك فيسترا طلع من تي 1 لتي 5 عادي يا جماعه ان نفس السيجمنت تطلع كذا عصب، ده بتطلع 3 مليار اصلا من تي 1 لحد تي 5 ريلي في كل الثلاثه السيرفايكال واول شويه من الثوراسيك. ايه تاثير السيمباثيتك على الثوراسيك فيسرا؟ مال هي الثوراسيك فيسرا اصلا؟ مين احشاء الصدر؟ القلب والرئتين برافو عليكم. بيعمل ايه في القلب؟ انكريز والكاردياك جروبالتيز. بص انا هحكي الفاظ كتير قوي وتكبر، لما تشوف حاجه لها علاقه بالقلب هو بيزودها وخلاص. مش هتوجعش انها كده. مش شرط يجيب لك اللي في الكتاب. بيزود الكونتراكتيليتي. لا ده انتوا بقيت الزملاء لو عارفين الالفاظ، يعني بيزود انقباض القلب. كوندكتيفيتي. التوصيل الكهربي اه والله اه والله. ريزمستي. ريزمستي يعني القلب يدق برتم منظم بتاع لاب دب. اكسايتابيليتي. قدرته على الاستجابه. بيزود الهارت ريت. يعني بيعمل تاكيكارديا في الاجابات في الام سي كيو عشان مش مكتوبه في الكتاب. بس انتوا خدتوا ماده تجميع. ميرسي على المعلومة. تاكي كارديا بيعمل هايبرتنشن ولو اني معترض على الكلمة. هي الكلمة عيبة بس هو الكتاب بيكتبها وبيحفظها كده ما اسمهاش بيعمل هايبرتنشن اسمها بيزود البلد بريشر. أصل كلمة هايبرتنشن عبارة يعني أنا ما بقولش على واحد إنه هايبرتنسيف إلا لما يكون مريض لكن ضغطه عالي سنة دي اسمها إنكريز البلد بريشر بس مش فارقة. بيزود الكاردياك أوت بوت. بص أنا ما أعرفش يعني إيه بس فيها كاردياك يبقى بيزود. طبعا كاردياك أوت بوت يعني كمية الدم اللي طالع من القلب في الدقيقة. بيزود أي حاجة متعلقة بالقلب. تبع التنفس بيزود الريت والدبس اوف ريسبيريشن على البرونكاي يا استاذ حمد صح دخل هواء اسمها برونكو دايلاتيشن مش فازو اسمها برونكو دايلاتيشن. هو في الامتحان بقى ايه خد بالك لو لابي حرزوني فما بقولش كده يقول لك ايه يقول لك يعني بيعمل ايه في المقاومه يزودها ولا يقللها؟ مقاومه الهواء اكيد يقللها. هزود مقاومه الهواء يبقى رخم على الجهاز التنفسي يعني. ما تاثيره على الشريان التاني؟ فازو ايه؟ فازو ايه؟ يعني انا لازم احط التاتش بتاعي. انتوا صح في الامتحان صح هيعمل فازو دايلاتيشن ده واحد من الاكسبشنز المهمه. طبعا بيعمل ايه في البلمونر؟ انا عايز اقول لكم حاجه احتراما لعقلكم انتوا بس لحظه بس احتراما ليكم انتوا كاشخاص يعني يمكن حد يهتم بالكلام. بيعمل ايه في البلمونري ارتري؟ بيوسعها الاداء الاداء. فالناس تقول لي طب لحظه يا دكتور هو مش المفروض ان الشريان الرئوي ده بيروح يملا اكسجين عشان دوره الدماغ تشتغل؟ ده ازاي يعني؟
دي المشكله ما بين الكتب النظر وما بين الحقيقه. في حاجه اسمها insignificant action. يعني خلينا نبص الشريك كان كده حلو عملوا كده، انت خدت بالك في حاجه حصلت في الصوره اصلا؟ بس هو ده دي اسمها insignificant. بدليل حاجه، ما تاثير البرع على الشغال التاجي؟ المفروض العكس، يعمل فازو كونستريكشن. معنى الكلام ان انا كل ما انتخ هيجي لي كارتك ريست وزاد حصه قدريه. insignificant insignificant يعني حاجه مش مؤثره، بس لو هتكتبها في كتاب اسمها فازو كونستريكشن. عارف كم 10 بقى 10 ل 1 من مليون اسمها ضيق. فهمت اللعبه؟ عشان بس ما تتوهش. فاحنا متفقين ان هو بيضيق كل الاوعيه الدمويه ما عدا الشريان التاجي والشريان الاعضائي. ايه اللي انت كاتبه على السبوره ده؟ اسمع اللي هقول لك عليه. ده رساله ربانيه عظيمه ومنتهى العظمه من ربنا عز وجل. نفس اللي بيحصل على السبوره ده بيحصل في اي مرض في حياتك عشان كدكتور وانت بتشخص. اي ثينك انت ممكن تكون شفته في حياتك. لما بنت يبقى عندها انيميا، في بنت تيجي تقول لي يا دكتور انا بقيت همدانه دايما وعارف كسلانه ومش قادره اطلع ولا انزل ولا اعمل اي حاجه. اقول لها عندك انيميا. واحده تقول لي يا دكتور انا مجرد ما اطلع اي مشوار بلاقي قلبي بينبض جامد وحاسه بضربات قلبي وعمال امنهج. خد بالك دي القلب والرئتين هاديين، القلب والرئتين بيشتغلوا جامد. دي انيميا ودي انيميا. لان ربنا دايما بيقول لك لما بتحصل مشكله، الناس الحكيمه اتعلمت من خلق ربنا عز وجل، لك اول ما بتحصل لك مشكله اهدى. خد نفسك بس قايم الموضوع الاول، لان غالبا اي قرار هتاخده دلوقتي او اي كلمه هتقولها دلوقتي غالبا هتبقى غلط. اهدى بس وقايم الموضوع الاول. اه هتقيمه بسرعه وبسرعه قوي كمان، بس خد نفسك الاول قبل ما تقول اي حاجه. فدايما ربنا عز وجل في اي اكشن يكون طارئ، انا مش بتكلم عن الحاجات العاديه، يعني حاجه جديده حصلت زي الاعصاب انا طلعت اجري فجاه. فطلعت تجري فجاه، الجسم الاول بياخد جزء من الثانيه يعمل فازو كونستريكشن. طبعا انسجنفيكانت خالص، ده مش هتاخد اجزاء من الثانيه، لغايه ما يعمل فازو دايلاتيشن. كتابك يكتب الميكانيزم، ما يقولش ان انا قلت كده. كتابك يقول لك ليه؟ يقول لك لان المستقبل ده اجابته السؤال ممتن جدا. اللي انا هقوله حاجه عشان بجد بكلم بجد والله، هو اللي جاب بس مش هتفتكر. انا شرير قوي. بس فاهم طبيعي البشر بقى يا دود، بس انا هفسحك. يقول لحضرتك هو متعود على الاوعيه الدمويه انه بيعمل فازو كونستريكشن. المستقبل اللي بيعمل فازو كونستريكشن اسمه الفا 1 عاملين بقى نعم. اللي بيعمل فازو دايلكشن اسمه بيتا 2. هو متعود ببساطه خالص ان هو طول عمره بيروح على اي واحد دمه على الالفا 1. فاول ما راح على الكورونا راح جري على مين؟ على الالفا 1. بس بعد اجزاء من الثانيه اتفاجئ ان الكورونا مليان بيتا 2 من رحمه ربنا عليه. فهيعمل مومنتري، شفتوا التعبير؟ مومنتري يعني ايه؟ لحظيا لاجزاء من الاجزاء من الثانيه فازو كونستريكشن، بعد كده يعمل فازو دايلاتيشن. دي في الفسيولوجي كانك ما سمعتهاش مني. يعني في الفسيولوجي بيقول لك بيعمل ايه على الكورونا؟ بيقول له ايه؟ فازو دايلاتيشن واقطن اقطن. لكن في الفرقه تفرق معاك. لو حد عنده زبحه صدريه وضيق في الشريان التاجي، من اكتر دواء على وجه الارض ممكن يوسع الشريان التاجي يخليه فسح، عارف انت؟ يخليه خرطوم الادرينالين، لو اديته المريض هيموت. عارف ليه؟ عشان الاعصاب والله. عشان اول ما يروح هيجي الجري على الميت الاول على الالفا 1 فيعمل فازو كونستريكشن في واحد اصلا الشريان التاجي ضيق. فبعد كده بقى ايه؟ في الجثه بقى اللي ورا سايكو يستفيدوا من الدم اللي هيزيد براحته. فهي في الفارما تفرق، انما في الفسيولوجي انا قلت لك خالص. يلا بينا. سمباثيكتو ابدومينال فيسرا. الجهاز الهضمي فوق ولا تحت؟ في النص. اصل لسه في حوض تحت ورجلين. طالع من النص بالظبط. بص كده مكتوب في الكتاب. اخر سته سراك واول اثنين لمبر. شفتوا؟ في النص بالظبط. وريليف دول، ما هو دول بتوع الجهاز الهضمي. ما تاثيره على الهضم؟ يزود ولا يقل الهضم؟ ها رد. مش وقت هضم خالص، انا بجري ومتوتر. نترجمها ازاي في الكتاب؟ السمباثيك قفل محابس. لا تسال عن اسم المحبس على ما ناخده في الانادمي، وحتى لو خدناه ما تسالش عليه. هو موتور تو اول سفنكترز. موتور يعني بيعمل انقباض في كل المحابس مش وقت. بيقلل كل الافرازات، ما تسالش اسمه الافراز ايه، ايا كان. بيقلل كل الحركه اللي في الجهاز الهضمي. فلما حضرتك تلاقيه في الامتحان في الام سي كيو كاتب لك موتيليتي موفمنت موبيليتي، اي حاجه معناها حرق، لا هو مش بتاع الحاجات دي، مش وقت هضم اصلا. ما تاثيره على الجلوكوز؟ بيزود. بس جابه منين؟ بالكبد. فيقول لك بيعمل عمليه اسمها جينولايسيس، او يقولها في الامتحان بلفظ ثاني، بيعمل هايبر جلايسيمي. خدوها في ماده ما، هايبر يعني كتير، جلايس يعني جلوكوز، وايمي يعني بيزود الجلوكوز في الدم. لانه جابه منين؟ بالكبد. بيعمل كونتراكشن في الرينال كبسول عشان يطلع ايه كتير؟ ار بي سيز. يبقى بيزود حجم الدم نسبيا، لانه زود خلايا الدم. سكريتوري تو ادرينال مضله. سكريتوري للادرينال المضله او السوبرينال المضله، بس انا في الفسيولوجي بقول عليها ادرينال. رايح لها يقول لها والله انا لو سمحتي الناس اللي اسمهم ادرينين ونور ادرينين، او بيسموهم في امتحانك كاتيكولامينز. ده
تركيبهم كيميائي خدت حاجه كده ولا كاتيكول حلقه بنزين امينز هم اسمهم كاتيكول امينز اللي هم الالمين والنور الالمين يعني من الاخر يا بابا بيهدي الهضم بيهدي الافرازات والحركه ويقفل المحابس وهد جلوكوز من الكلى هد هرموسيزم الطحال هد الالمين والنور الالمين من الادرينال جلاند ميرسي سمباثيك تو بيلفيك فيسرا بيلفيك فيسرا اللي هو الحوض فوق ولا تحت برافو عليك حوضك فين اللي ساكت تحت طالع من الاربعه اللمبه والريليف الاخت بتاعت الحوض ايه بيحبس ولا بينزل يورين ريتنشن وفيسز ريتنشن وفيس مش محتاجه ترجمه الاسم واضح والريحه واضحه اصلا يورين ريتنشن وفيسز ريتنشن طب يعمل ريتنشن ازاي يقفل المحبس والتخلف الجدار انت خدت قناته ليه بقى فعال يقفل اليوريسترال سفنكتر اللي بتاع مجرى البول وريلاكسيشن في اليورين جدار وول ورا يقفل الانال سفنكتر اللي بتاع فتحه الشرج وريلاكسيشن في الريكتم على الرحم الكتاب كاتب لك ايزر كده او كده ساعات وساعات انا فسرتها لك انا لنفسك ما تقلقش ساعات وساعات على حسب المستقبلات بقى وليله جميله كده والهرمونات بيعمل ايه في الاوعيه الدمويه؟ اللي في المكان ده ده بيفكر عندك قلب في المكان ده في الحوض عندك عضلات سكيتال يبقى فاسو كونستريكشن طبعا فبتبدا هتتلخبط ازاي؟ لو قلت لك بدا اساسا ماسك على اي عضو مع نفسك تشوف العضو بيعمل ايه وماشيه معاك ولا لا لو عايز تقسمها اوريجن وريد بصوا الناس اللي بتقول عليهم هيلث بص يهبط منك لهم الهيد والنيك واحد واثنين من فوق الجهاز الهضمي من النص بالظبط والحوض من تحت الجديد عليك بس ممكن تنساه بتاعت السوركس من واحد لخمسه يعني هيد والنيك واحد واثنين السوركس من واحد لخمسه الجهاز الهضمي من النص بالظبط يعني نص السوراكو ونص اللمبر الاولاني والحوض اللمبر طب والريلي اسهل مليون مره بتاع الهيد والنيك السوبير الفوقانيه خالص بتوع الجهاز الهضمي والحوض اصلا ثابتين ما بيتغيرش يبقى تحفظها بس برضه بتاعت السوركس سمباثيك تو ذا لمبس سمباثيك تو ذا لمبس هي اللمبس فيها ايه اصلا؟ فيها سكيتا المصري هو ما ياثرش عليه ما يصحش بس يعرف يودي لها دم فيها شعر عند الرجاله مثلا هيبقى العضله هتوقف شعر فيها سويت جلاندس فهيزود الاسكيت عشان كده بقول لحضرتك اصلا تو ذا لمبس ما فيش الا سمباثيك بس لو ركزت في اللي انا قلته كل الحاجات اللي انا قلتها دي بيبقى سمباثيك بس اصلا العضله توقف شعر سمباثيك بس السكين وسويت جلاند سمباثيك بس لو عاد دموع لو رايح العضلات سمباثيك بس اللي انا قلته ده اسمه اوربيلي فينومينا نظريه عمل اوربيلي بيقول لك ايه تاثير السمباثيك على السكيتا المصري اسمه اوربيلي فينومينا فينومينا يعني نظريه تاثير السمباثيك على السكيتا المصري اسمه اوربيلي تاثيره عليها بيعمل ايه يا اخويا العضله مننا عايزه حاجتين عايز دم تتقوت وحد كده يلمها اورلان طبي طبعا لا يورلان طبي عصب سوماتيك ماليش دعوه باللي على السبوره خالص. طب السمباثيك بيأثر ازاي؟ لان انا عايز وانا بجري وانا متوتر والكلام ده يكون العضله شغاله معايا يقول لك بيعمل لها فاز دايلاتيشن للسكليتال ماسل ها بلاد فيست فيروح لها دم كتير فتنطبق احسن ما بتعبش بسرعه. ده كان اربع حاجات كده. بيعمل فاز دايلاتيشن للسكليتال ماسل بلاد فيست يعني بيدي لها دم كتير. بيتر كونتراكشن ديليت فاتيك كده هو اثر عليا من بعيد. من لقطه ثانيه لما هناخد الكيميكال ترانسميتر المنطقه اللي ما بين العصب والعضله قلناها مره كان اسمها نيورو ماسكولار جانكشن هو بيحسن التوصيل فيه رغم ان هو ملوش يد هو ما يقدرش يروح يقول لها اشتغل بس يعرف يحسن التوصيل فيه يعني بيحسن الاشارات العصبيه اللي رايحه لها وبيودي لها دم كتير فبالتالي الطبيعي انها هتزيد ده اسمه اوربيلي فينومينا ففي الامتحان كل اللي تفتكروا يعني ايه اوربيلي فينومينا تاثير السمباثيك على سكيتا المصري بيودي لها دم كتير وبيحسن التوصيل في صفحتين في الكتاب هوم ورك كده بقروهم انتوا اسمهم الارم وستريس ريسبونس. الارم حد عارف يعني ايه الارم؟ انت متوقف كل يوم. المنفذ اه. لو تعرضت لقلق للتوتر يشتغل في جسمك سمباثيك ولا بارا؟ رده سمباثيك في انهي عضو في الجسم؟ كله ادي الارم وستريس ريسبونس. عارف الكتاب كاتب ايه؟ الارم وستريس ريسبونس. لما تتعرض لتوتر لقلق لخضه مش عارف ايه يحصل الاتي في جسمك وكاتبين عضو عضو وكاتبين كل الكلام ده تاني. تاني قال يعني احنا مش عارفين من الاول ان السمساك كده كده جنراليزد هو اللي بيشتغل. يعني كاتب لك على الاقل بيزود الكارديو فورورد ساعه التنفس بيزود الريتم والدبس بيوسع البرونكاي بيهدي الجهاز الهضمي ويقلل الافرازات بيحبس البي ما انا عارف هو سمساك في جسمه. خلاص؟ صعب الكلام يا شباب؟ النبي صعب الكلام؟ طب والله طب البرا بيعمل ايه؟
العكس مع هنا في البلفس كان تاثير السيمباثيك حاجه اسمها ايجاكيوليشن. الجره هناك بيكملوا بيسبقوا حاجه اسمها اريكشن. على الصلايفا الاثنين بيزودوا الصلايفا بس كل شيخ له طريقه. السمساك كان بيزودها كانزيمات بس كميات صغنطوطه خالص، لكن البرج بيزودها ووتري فش انزيمات وكميه ضخمه جدا. تعالى نعديها على حته حته كده. ما تاثير البرع على العين؟ بيعمل ايه؟ كونستريكشن. زي الورنر سيندروم كده بيعمل كونستريكشن. تاثيره على الغدد اللعابيه بيزود الافراز، بس الافراز عامل ازاي؟ ووتري بس كميه برفيوز، برفيوز دي ضخمه جدا. كميه رهيبه جدا زياده عن اللزوم. ما تاثير البرع على الاوعيه الدمويه؟ فازو ايه؟ دايلاتيشن. بره بقى دايلاتيشن والدم يزيد بقى والدنيا حلوه وزوار. ما تاثير البرع على القلب؟ بيزود ولا يهدي؟ بيهدي بس الاوزين بس. اوعى تكونوا نسيتوا البطل والبطل، السنه الجايه اقول لكم اسم البطله ايه؟ اسمها ماري بالمناسبه. بيأثر على الاوزين بس. طب ما تاثيره على التنفس؟ بيزرع ولا بيهدي؟ بيهدي. فيها بيجيب البرونكاي؟ بيضايقني. طبعا مش بيضايقها معناه بيجيب لك ضيق تنفس، مش كل ما حاجه اكل مثلا هيجي لي ضيق تنفس ولا حاجه. ما تاثيره على الهضم؟ يا نهار ازرق، تعالى بقى تعالى. لا ده بيزود الافرازات ويفتح المحابس ويزود الحركه ويزود المريضه. طب تحت بيحبس ولا بينزل؟ ميكتيوريشن ديفيكيشن اريكشن فازو دايلاتيشن. ميكتيوريشن يعني بي بي اسمها ميكتيوريشن او يورينيشن. طبعا مش هقول لك الميكانيزم، افتح المحبس بقى وايه فعص في الجدار براحتك. ورا اسمها ديفيكيشن في ايه؟ يقول لك انا رايح اديفيكيت. فخد بالك الدكاتره بقى وهم بيهزروا مع بعض. ميكتيوريشن ديفيكيشن على الجهاز التناسلي اسمها اريكشن، وعلى اوعيه الدم انت عارف ايه؟ انا قلت حاجه غريبه؟ تعالى بقى دلوقتي نشرح الباراسمباثيك. الباراسمباثيك بالنسبه لك هيبقى مجرد اوريجن وريلي بس. لا لانك عارف الاكشن كان قصه اغصان. طبعا مش مطلوب انك تقعد تحفظ زي العبيط، انا اسف اللفظ يعني. لو عرفت واحد شاف اسد والكلام ده كله هيبقى الموضوع بالنسبه لك اوريجن وريلي، وحتى الاوريجن وريلي هيثبتوا لوحدهم اصلا. لو انت بني ادم، لو انت مش بني ادم دي قصه ثانيه. بارك في المثال بالمناسبه اللي احنا خلصناه ده 26 صفحه في الكتاب. احنا قلنا اكتر منهم والله، والله احنا قلنا اكتر منهم بكتير. ولازم تبقى شايف الصوره كامله. بص يا ست الدكتور، ده الاوتونوم ده عفريا والله العظيم. اصل نص ادويه الدنيا اوتونوم. انت اكيد خدت بالكم عشان السمساك والبرج بيأثروا على اغلب الجسم. انت عايز تعمل اي حاجه معاك ادويه سمساك والبرج، وهتاخد ايه بقى؟ اربع كاتيجوريز من الادويه بتاع 90 صفحه في الكتاب. الادويه اللي بتشغل سمساتك، الادويه اللي بتوقفه، الادويه اللي بتشغل المرض، الادويه اللي بتوقفه، الناس تقعد تحفظهم كلهم. لما حاجه تجيب الشلل، ما هو لا مؤاخذه يعني الدواء اللي بيوقف المرض ده هقول لك عليه كلمتين بس نخلص منه مثلا بتاع 30 صفحه. بينشف وشبه السمساتك. حد فاهم حاجه؟ مش البار بتاع الافرازات؟ لما اوقف بار يبقى هنشف الافرازات، واللي هيوقف البار كانه شغل السمساتك بالظبط. إذا كان السمساك بيطلع فوراكو لمبر فالبارا بيطلع كيرينيو ساكرا. كيرينيو كلمة كيرينيو، احنا كنا ماشيين في سباينال كورد والحاجة دي. إيه اللي جاب كلمة كيرينيو في الموضوع؟ كيرينيو يعني إيه؟ الأعصاب المخية. مبدئيا عشان نبقى متفقين، الأعصاب المخية أعصاب سوماتيك، صح اللي جنبك؟ الأعصاب المخية أعصاب سوماتيك. عشان ما حدش يتلخبط في العصبور. ولكن في اربع اعصاب مخيه ماشي جواهم اوتونوميك. خد بالك في الكلام، احنا قايلين ان كل عصب وكلهم في فلك يسبحون. كل عصب في 3 مليار فايبر، في اللي طالع فوق يعني افرنت، في اللي نازل تحت افرنت، وفي افرنت رايح لعضلات سكليتال، في افرنت رايح لعضلات اسموس اسمه اوتونوميك، كل واحد وحياته. الاعصاب المخيه ال 12 اللي هناخدهم في الاناتومي هي اعصاب في الاصل سوماتيك، مكتوبه في البطاقه سوماتيك. شغلها على الحواس والسكيتا المصر. في اربعه منهم لو دخلت جواهم هتلاقي جواهم انسجه اوتونوميك، يعني بص المنظر ده عصب اهو. المفروض ان جاي منه نسيج رايح للحواس والسكيتا المصر، يبقى النسيج ده نسيج ايه؟ سوماتيك، صح؟ في اربعه من ال 12 اللي انا هقول اساميهم دلوقتي هبص جواهم هلاقي فيهم انسجه رايحه لسموث ماسل او كاردياك ماسل او جلانس، يعني انسجه ايه؟ اوتونوميك تحديدا تبع البار. مفيش سمبثيك بيطلع تبع البار. وبالتالي ان انا هشرح دلوقتي مش الاعصاب دي، انا هشرح النسيج الاحمر بس عشان الناس ما تلخبطش. لما تكبروا لما تكبر هتيجي تاخد نفس العصب تلاقي روحت حاجات ثانيه خالص، تقول لي والله انت لخبطتني يا دكتور. لا
انا بشرح لك الجزء الباراسمباثيك اللي جوه الاعصاب دي، لكن العصب ككل نسيته معظمها سوماتيك. يعني في 3 مليار جوه، ال 3 مليار اغلبهم سوماتيك جواهم بعض الاوتونوميك. انا بقى بدرس لك الاوتونوميك اللي جوه. مين الاعصاب الكرينيال اللي جواها اوتونوميك؟ الثالث والسابع والتاسع والعاشر. طب الكليه بيقول لك 973 بس مش فارقه. الثالث هم 12 زوج. الثالث والسابع والتاسع والعاشر زي ما حضرتك شايف بيبقى فيهم اوتونوميك. الثالث اسمه اوكيولو موتور، السابع اسمه فيشيال، التاسع جلوثو فارينجيال، والعاشر تنين التنانين شبح الاشباح برنس البرانيس ومنط الميزان الفيجاس. اوكيوليت يعني عين، لان اوكيولو موتور يعني موتور لعضلات العين. فيشيال مش محتاج يترجم طبعا، اسمه واضح. انتوا خدتوا بقى في مواد لاتنمان بلوسس يعني لسان، بلوثو فارينجيال بيروح اللسان من ورا، اسمه بلوثو فارينجيال يعني نهايه اللسان بالفارس. واخيرا العصب الحائر اسمه الفيز. لما اجي اسالك الاوكيولو موتور يا ابني تصنيف سوماتيك ولا اوتونوميك؟ سوماتيك، بس جواه انسجه ايه؟ الاثنين. الفيشيال جواه انسجه ايه؟ الاثنين. الفيجاس جواه انسجه ايه؟ ثلاثه. هو مش متسمع على اسم خالد يعني، هو اسمه بالعربي العصب الايه؟ الحائر، اسمه بالعربي والله الحائر، مش متسمع على اسم خالد. عارفين بنسمي العصب الحائر ليه؟ جواه انسجه ثالثه واخده من الريسبتور وطالعه لفوق. سنسور او انتوا فاكرين قصه البطل والبطله؟ انت عارف ان قصه البطل والبطله دي الافرنت والافرنت والفيجاس؟ نفس الخط. يا ابني ما انا مش بتكلم على الفيجاس كعصب كامل، انا بتكلم على الانسجه اللي جواه، النسيج اللي بياخد من الريسبتور بتاعه الضغط اللي هنا، عشان الكلام ده هتدوس انا جايبه في علوم الخيل يعني. الريسبتور اللي هنا بتاعه الضغط اللي لما البطله عمل كده دي، لما تطلع لفوق وتطلع في النسيج ده اللي هو جوه مين؟ جوه الفيجاس، فبتقال عليها الافرنت فيجاس. بعد ما يطلع لفوق لمركز تنظيم ضربات القلب يقول له الضغط عالي، لا احنا نوطي ضربات القلب. نوطي ضربات القلب يعني ننزل مين؟ برس المساكن. مين البرس المساكن اللي رايح القلب؟ الفيجاس. يقوم نازل بالاحمر دوت. فتتفاجئ ان الريفلكس كامل الافرنت والافرنت الاثنين جوه الفيجاس. عشان كده يقول لك الفيجاس فيه كل انواع الامسكه. اظن جنب الاخر. جواه افرنت وافرنت. جواه افرنت اوتوماتيك وافرنت اوتونوميك. ابن الذين عشان كده سموه العصب الحائر. لان هو الوحيد اللي طريقه رايح جاي زي ما انت شايف اهو. يبقى الفار طالع كرينيو فاكر. الكرينيو طالع على العصب الثالث والسابع والتاسع والعاشر. الثالث اسمه اوكيولو موتور، السابع اسمه فيشيال، التاسع جلوسو فارينجيال، والعاشر اسمه الفيس. اللي جاي سهل بقى عبط. الفار قصته كلها اوريجن وريليت، لكن الاكشن خلصان. بصوا بقى متقسمه ازاي هنا. الاوكيولو موتور ده رايح لفين؟ من اسمه اللي جاي اسمه عضلات العين. عضلات العين في منها ارادي في منها لا ارادي. يعني حضرتك ممكن شايفين الارادي اللي انا بعملهم لكم ده عندنا في النظري اصلا في العمل. انا بحرك بيهم عين. لكن لو حد جه يخفق لك عينيك هتقول ايه؟ رابش غصب عنك، في حاجات لا اراديه. الفيشيال والجلوس والفارنجر رايحين للسان وللغدد اللعابيه. الغدد اللعابيه ثلاث ازواج. باروتد، بص يا بيبي، سب مانديبولار سب لينجر. باروتد سب مانديبولار سب لينجر. يبقى الفيجاس رايح لبقيه الجسم. يا ابن اللعيبه 75% من اعصاب البرز المتسدد في الجسم هي الليمس. لان الراجل رايح للفوركس والابدو. وانت عارف ان الليمس ما بيروحش بره، قلنا من شويه الليمس ما بيروحش بره. يعني الثلاث الباقيين دول رايحين للهيد والنك وبقيه الجسم كله فيجس. عملنا مره في امتحان اسنان ما عملهاش جاب لهم لون بنود قال لهم قول لي برز المتسدد في هيدن نك. الدفعه كلها متسدد. لان مفيش عنوان في كتاب اسمه برز المتسدد في هيدن نك. طبعا مين البرز المتسدد في هيدن نك؟ اول ثلاث اعصاب الاوكيولو موتور والفيشيال والجلوس فارينجيال. يبقى قالك الفيجاس رايح للثوراكس والابدومين والساكرال ده رايح للبلبس. تعمل ايه؟ الساكرال ده طالع منين؟ من ساكرال 2 و3 و4 في منطقه الحوض. عامل عصب اسمه بيلفيك نيرف. اسئله الامتحان الجميل. بيلفيك يعني باراسمباثيك على البلبس. لو عايز مني حاجه ابقى اقول بلبك يعني باراسمباثيك على البلبس. يبقى ريلي فين؟ مين الجنجه اللي كانت في البلبس اسمها هايبوجاستك؟ بار على البلبس. يا نهار زروطه. ميكتيوريشن ديفيكيشن ريلاكشن باسو دايلاتيشن. طب احكي الميكتيوريشن في الامتحان. يبقى الراجل ريلاكسيشن للسبيكتر يعمل كونتراكشن في الجنين البدر
ورا الريلاكسيشن للسفنكتر كونتراكشن جرين بدر في الريكتال بول بس. وشوف كان بيجي لي برده كان انواع من الصداعات للاسف ما عندكوش كتابه في الامتحان زي ما انتم متخيلين. وكان بيجي لنا سؤال يقول لك بلفيك نيرف بتعتبرها ايه؟ اتس ساكرال ديفيجن اوف برس المسد ما بتقراش ورا مش البرج زين كريني ساكرال. الساكرال ده اسمه ايه؟ بلفيك نيرف. الساكرال يبقى طالع من ايه؟ من ساكرال 2 و 3 و 4 في منطقه الحوض هي جنج الاخضر في منطقه الحوض اسمها هايبوكاست بار على منطقه حوض يبقى ميكتيوريشن بي بي ديفيكيشن اي اح اريكشن وفازو دايلاتيشن. ميرسي يا سيدي. الفيجاس طالع من نواب اسمه ده الكبير بتاعنا دورزال ووتر نيوكليس اوف فيجاس اسمها فيجال نيوكليس اصلا رايح على السوركس والابد يبقى جاوب في الامتحان لوحدك لو سمحت. ما يصحش والله ان انا اقول لا مش هقول لا مش هقول لا انا مش هقول مش هقول. بيعمل ايه في القلب؟ ديكريز اول اتريال بروبرز يا ابن اللعيبه حلوه ومزاجيه. ديكريز اول اتريال بروبرز لان ما بروحش البطيخ. بيعمل ايه في التنفس؟ بيقلب. بيعمل ايه في البرونكات؟ ايه ده؟ اسمها برونكو كونستريكشن مش فاز بقى. بيعمل ايه في الهضم؟ لا تعالى لي في الواسع بقى. الكتاب هنا هاري كل اللي مكتوب تحت. بيزود البنكرياتيك سكريشن. بيزود افرازات الجول بلاذر. بيفتح المحبس بتاع الجول بلاذر ويطلع كتير. بيطلع اسمها ايفاكيويشن. ايفاكيويشن يعني يفضل يفضل الافرازات يعني. بيزود افرازات البنكرياس. بيزود افرازات الكبد. بيزود افرازات يا عم بيزود ام الافرازات والحركه ويفتح المحابس. ميرسي يا سيدي. البلفيك نيرف هو اللي رايح لمنطقه البلفس. الفيجاس رايح للسوركس والقلب من باقيين ثانيين. تعالى بقى كده للاخوه الفيشيال خلاص انا عرفت خلاص خلاص اهو. وجلوسو فارينج عشان نقارن. الفيشيال ده بيتقسم لجزئين. حاجه اسمها كوردا تمباناي او عند تمباناي نسبه للتمبانيك ممبرين اللي هو طبله الودان. وحاجه اسمها جريتا سوبرفيشيال بتروزال نيرف. جريب سوبرفيشال نيروزال نيرف عاملين حركه لطيفه خالص. انا هقول لك اوريجينوليد اناتومي بس هو سهل مش هيغلطني. اللي فوق طالع من فوق سوبيريور سليفري نيوكليس واللي تحت طالع من تحت انفيريور سليفري نيوكليس بس عاكسين في الغدد. يعني طالع من فوق رايح للغدتين اللي تحت اللي اسمهم صب وصب فاكرينهم؟ صب مانديبولار وصب فعامل ريليف جنجل اسمها صب. بصوا بقى كده اللعبه الكوردة تمبانار ده فرع من مين؟ من فيش طلع من سوبيرو سليفر نيوكليس. بص الرحله بتاعي دي عشان تفتكرها في الامتحان. عامله ريليف صب عشان رايحه لصب وصب. عامله ريليف جنجل اسمها صب مانديبولا لانها رايحه لغدد اسمها صب مانديبولا وصب. انت عارف هي رايحه تعمل ايه؟ فهتروح تسال رايحه تعمل لهم ايه؟ زود الافراز بس الافراز عامل ايه؟ كلمات كبيره. هنا هتعكس بقى الجلوس فانجا طالع من ايه؟ انفيرو سليفر نيوكليس بس رايح للغده اللي فوق اسمها انت عارف رايح نلاقي ولا افرزي برضه افرازات مليانه ميه بس ما فيهاش انزيمات كتير. ريليف انت ما بتنساش بالذات البنات لو هتنسوه هناك تبقى كارثه. لما يسالك الجلوسو فارنجا بيعمل ريليف فين؟ بيقوي نفسه بيريح فين؟ الجنجل بتاعته فين؟ في اوضتك. قاعد فين يا اخويا؟ في اوضتك عايز تخليها اوضتك براحتك بس اسمها اوضتك. يبقى قاعد فين يا بنات؟ ده كارثه. مخليها اصلا قاعد في اوضتك طبعا اوضتك بالنسبه للودان. ده الودان اسمه تايس. اوضتي يعني فين؟ قول تاني قول تاني قول تاني. يبقى اللي فوق سوبيريور بس رايحه للصب والصب فمعديها على صب في سكتها. الانفيريور رايحه للباروتد اللي فوق فعامله ريليه في اوضتك ده ما يتنساش. بيودوا دم للسان هم بيعملوا فازو دايلاتيشن بس محسنين لسان منطق يعني. دي تبع الفيشيال فبتودي للتلتين اللي قدامين من اللسان ده اسمه جلوسو فارينجال فبيودي للتلت الوراني من اللسان. يبقى قالك الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف هيقلد اخواته اللي حوالينه مش دول طالعين من سليفري نيوكليس لسليفري جلاند. هو هيطلع من لاكريمال نيوكليس يروح للاكريمال جلاند. يعني ايه لاكريمال؟ الغده الدمعيه يزود الدموع. بص عشان ما تقولش تعال تعال البلفيك نيرف اللي في منطقه الحوض مين الجنجل بتاعته؟ هيبوكاست ما تنساش دي. الفيجاس والله الفيجاس تيرمينال وكولاترال تيرمينال في المنطقه دي وفي الجهاز الهضمي اللي هم بتوع كولاترال. الجلوسو فارنجا اللي ما بتنساش ما تنسوش فين؟ في اوضتك. اه والله العظيم الجلوسو فارنجا قاعد فين؟ في اوضتك.
الكورده في الصب عشان رايحه لصب وصب، يبقى قالك اللي هتنساها ما يشتكي في الامتحان بس سهله. الجريتر سوبرفيشال بتروزن نرفع عامل ريلي في جانجليا اسمها سفينو بالاتاين. الاسم ما عادش صعب يعني، بالاتاين نسبه للبلت والسفينو نسبه للعظمه اسمها سفينويد بون تاني. اسمه ايه؟ سفينويد. ياا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 ا
اوكي ونط اخوانا ارمي العشب والريت ارميه 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 دلوقتي بس كده عشان ايه انا عارف زي النوبه دول رايحين الغدد الوعبيه رايحين يعملوا لها ايه؟ بار يبقى هيزودوا الافراز بس افراز ايه؟ ووتر كميه كبيره بس ووتر ده رايح للسوركس والابدون يبقى هيهدي السوركس وهيشغل الهضم في الابدون صح؟ البلفس بار على البلفس يبقى بينزل ولا بيحبس؟ لا بينزل فالاكشن خلصان عشان ما تضغطش نفسك نعمل شويه اناتومي عشان مضطرين نحفظهم الاوكيلو موتور طالع من الدنجر واستفحى النيوكليوس واقراها كده وهتقعد بقى ايدنجر فيستيفال نيوكليس اسمها ايدنجر فيستيفال كل بيقول عليها ويستيفال كل واحد على قد عالم بقى وعالم نمساوي اسمه ايدنجر فيستيفال نيوكليس ريلي فيسيلياري جانجلون لانها رايحه لعضلتين سيلياري مصر بنفس الاسم واللي انتوا عارفينها اسمها كونستريكتور بيوبيلن عشان يعمل بيوبل كونستريكشن لما اسالك بيعمل على العين ايه؟ بيوبل ايه؟ كونستريكشن صح؟ فدي خلصان ايه سيريال دي بقى؟ ده الاكشن الوحيد اللي موجود في البارا سمباثيك ملوش علاقه بالسمباثيك. العضلتين دول سنجل انرفيتد بالبار. العضلتين دول سنجل انرفيتد بالبار انا عارف. ما هي دي تعمل اكشن ملوش علاقه بالسمباثيك خالص. ودي في ناقضها اصلا في السمباثيك. كان في دايليتور هناك، هنا في كونستريكتور. تعالوا نقارن كده. اخر بوكين خلاص انا خلصت بس اول بوكين بس. انا كده خلصت بتاع 60 صفحه حلوين. بص يا معلم عصب السمباثيك اللي رايح للجهاز الهضمي اسمه بريتر فلانكينج نيرف الاناتومي ساعات بيسموه منطقه الاحشاء اللي في الجهاز الهضمي فلانكينج نيرف فعصب السمباثيك اللي رايح للجهاز الهضمي اسمه بريتر فلانكينج عصب السمباثيك اللي رايح للبلفس اسمه ليسر فلانكينج عشان في الامتحان يقول لك بريتر فلانكينج نيرف كوز اول اكسيد فبتقول ايه فلانكينج ده فيك بلانكينج ده بتاع سمباثيك جريتر بتاع الجهاز الهضمي وليسر بتاع البلبس بلفيك نيرف يعني بره على البلبس عشان دي الاسامي اللي هتقابل واصلا بعيد عن كل ده يعني الاجابات اصلا لو اشطرت السؤال هتجاوب غلط اصلا هقعد هخليكم نقعد نفكر ونتكلم ونتشارك في الاخر اقول لك اشطر سؤال هتلاقي محلول واحد بس اتمنى كان في هناك سمباثيك وايه ده اندريك هنا اتصلوا ثلاث اعصاب وبكرر تاني انا مش بشرح الاوكيلوموتور انا بشرح النسيج الاحمر اللي جوه الاوكيلوموتور نسيج الباراسمباثيك اللي جوه الاوكيلوموتور لكن الاوكيلوموتور الاوكيلوموتور عنده انسجه ثانيه كتير رايحه للعضلات الرياضيه بتاعت العين سمباثيك تو ثوراسيك فيسرا وتو ابدومينال فيسرا قصادهم لوحده الفيجاس الوحش سمباثيك تو ذا بلفيس اللي هو اسمه الليسر سبلانكينج ده قصاده هنا واحد اسمه بلفيك نيرف سمباثيك تو ذا لمبس ما فيش حد قصاده لان اللمبس ما بيطلعش الا سمباثيك بس اصلا عشان كده اقدر اقول لك بنفس اعلى بقى دلوقتي اللي انا ختمت بيه الحصه اللي فاتت كان حاجه اسمها حاجات سنجل انرفيتد بالسمباثيك وحاجات سنجل انرفيتد بالبار اسمعوها بقى دلوقتي بنفس عالي بقى ايه الحاجات اللي بروح لها سمباثيك بس اريكتور بيلي مصر مش عايز العكس دايليتور بيوبيلاري مصر عشان في العكس اصلا في البار سكليتال مصر بلاد فيسل مش عايز العكس فينتركلز اوف زهر قصه البطل والبطله وحكيناها ادرينال مدمر ده المكان اساسا اللي بيطلع النقل الكيميائي بتاع السمباثيك سكين وسويت جلاند انما البارا سنجل انرفيشن للعضلتين دول سيلياري وكونستريكتور بيبرياري كده كاتب لك بنكريات الجلاندس وجاستر الجلاند كانك ما قريتش كانك ما قريتش حرفيا هم دول سيلياري ماسل وكونستريكتور بيبرياري ماسل تعال نقول لك تاني بقى البارا كرينيو ساكر كرينيو طالع بالعرب اهو مع اربع اعصاب مع الثالث والسابع والتاسع والعاشر الثالث اوكيولومور السابع فيشيا التاسع بلوسو فارنجر والعاشر الفيس اول مره اخيره بس اوريجن ريليس معاهم خالص ممكن الموتور طالع من ايدنجر فيستيفال نيوكلس ريليف سيلياري عشان رايح لسيلياري وكونستريكت الفيشيا الجزئين الجزء المشهور كوردة المناعه طالع من سوبيريور ريليف صب ورايح لصب وصب عكسه بالظبط بلوسو فارنجر طالع من انفيريور سيليفال نيوكلس ريليف اوبتيك ورايح للغده اللي فوق اسمها البرد الجريتر سوبرفيشال بتروزا اللي طالع من لاكرما للاكرما طالع من لاكرما جيكس رايح يغذي لاكرما الجلاند بتاع الدموع هو كيوت قوي اصلا والريليف اللي مش هتفتكروها سينو بلاتاي
الفيجاس سهل خالص من نواب اسمه غليل الجانجليا المشهوره بتاعت البره اللي هي الترمينال. ده ساكرال يبقى طالع من ساكرال وبلفس يبقى ريلي فيه هايبوفيسيت. كده بقى لنا حاجه زنطته خالص. ايه موضوع السيلري ماسل ده؟ السيلري ماسل بتعمل اكشن في البره مش في السمباثيك اسمه اكوموديشن فور نير فيجن. اكوموديشن يعني تعطل زي ادابتيشن كده. اكوموديشن فور نير فيجن. ده اسمحوا لي احكي لكم كده عشان مش تحجج يعني احكي لكم عشان اسالكم سؤال لطيف ده المفروض. الناس اللي ما حضرتش لو جت قالت لي تاني انا ما بفهمش من الاونلاين اولع فيها ايه يا زمر؟ حرفيا والله اكزاكتلي يعني. اكوموديشن فور نير فيجن اللي مسؤول يعمل له حاجه اسمها السيريال ماسك. عشان كده اهالينا يقول لك يا حبيب يا دنار يا ابني يا حبيب ما تقربش الموبايل من عينك يا حبيب يا ابني في عضله بتسب لك دي ممله عن انت عمال بتعمله فيها طول الوقت منقبضه بسبب انك مقرب يا ابني هتبقى زي حالات لما كبرت في السن العضله دي ضعفت ما باجي تقرني حاجه اللي هو بيمسك ايدك ويبعدها شويه كده عشان يعرف يشوف او يلبس نظاره. حاجه اسمها بريسبايومي فيزيولوجيك العضله ضعفت احنا بنضعفها احنا بقى من صغرنا ما شاء الله عليك. بص اللي عرفت. دي كرة العين. ده منظر حقيقي على فكرة بالمناسبة يعني. اه والله. عشان عندنا في النظر اللي أنا معلم عليها دي اسمها الكورنيا، القرنية. حلو؟ الجزء الأبيض من العين ده اسمه سبيل. طبعًا عشان أنت متخيل أنا شايف إزاي؟ بص أنا موقف الراجل كده، بص كده. أنا موقف الراجل كده، وقمت ضارب السطور وبفرجك كده. يعني كأني شلت كرة العين وبوريها لك من جنب. إنما أنت لو بصيت كده هتلاقي في كورة بيضاء وسطها دايرة فوقها جزء شفاف، الدايره الملونه دي فوقها جزء شفاف، الجزء ده اسمه الكورنيا، بص لايدي كده وانت بتتخيلها، شايف ايدي؟ هي عباره عن دايره، الدايره الشفافه اللي فوق الدايره الملونه. انا قطعتها كده وبوريها لك كده. هتشوف بس منها الحاسة اللي انت شايفها. في هنا اللي انا عامله بالاحمر ده عضله اسمها السيريالي ماسل. اللي بالاحمر ده اللينز. عشان تعرف تشوف حاجه كويس فالاشعه لما بتيجي من بعيد بتتكسر مش بتتعكس بتتكسر مره في القرنيه ومره في العدسه بتاعه العين عشان تتجمع في نقطه واحده في الشبكيه. بالمناسبه يعني نقطه واحده اسمها ستيجما. عشان كده لما حد يبقى عنده مشكله في القرنيه او في العدسه مش عارف يجمع الاشعه في نقطه واحده يقول لك عنده استيجماتيزم. في ماده المعده استيجما يعني في مش عارف يجمعهم في نقطه واحده. ففي مشكله في الفيزياء اكيد انتوا خدتوا فيزياء هي الحاجه زي كده. لو قربت الاوبجكت الحاجه اللي انت بتبص لها قوي فالتجمع هيبقى قرب. عارف انت اللي هو بدل ما كان كده التجمع هيبقى قرب. التجمع هيبقى قرب معناه انها هتعدي على نقطتين في الشبكيه فكده انت مش هتبقى شايف كويس. فمطلوب منك تعمل ايه؟ تزود قوه الانكسار عشان تقربهم قوي فيتجمعوا في الشبكيه. رغم ان القرنيه اقوى في قوه الانكسار لكنها عدسه ثابته. اللي انا بلبسها في عيني دي يا جماعه يعني لما بتيجي تحط قطره انت بتحط قطره على القرنيه مباشره بس هي شفافه. فاحنا بنعتمد على مين؟ على اللينس. اللينس دي بقى نعرف نلعب فيها ازاي؟ قال لك السيريال ماسل ماسكه في اللينس بمجموعه اربطه اسمها سسبنسوري ليجامنت. اسمها سسبنسوري ليجامنت. زي مسرح العرايس بقى. شفت مسرح العرايس بيبقى قاعد ايده كده اما يحرك صوابعه تقوم شاده الفتله تقوم محركه العروس. ساعه ما تيجي تقرب حاجه قريب قوي يقوم طالع العصب الاوتوموتور يروح للسيريا المصري يقول لها انقبضي بعد اذنك عشان العدسه تزداد تحدي. بص لايدي لما تتحدى بيزيد قوه الانكسار. فطول ما انت مقرب الحاجه زياده عن اللزوم من عينك طول ما العضله الغلبانه دي عماله تنقبض فبيجي لحضرتك صداع عقبال امل فارحمها الله يرحمك يعني. اللي بيحصل ده اسمه اكوموديشن فور نير فيجن. بس لو خدت ثلاث ثواني تقرا في الكتاب هيجي لك استباحس. وات از استباحس؟ ده مرض مزمن بيجي للمصريين. استباحس نفساوي.
مكتوب ايه في الكتاب؟ مكتوب ان الاوكيولوموتور نيرف بص الايه؟ بيعمل انقباض للسيريالي ماسل. فلما تنقبض السيريالي ماسل يرتخي السسبنسوري ليجامنت. فلما يرتخي السسبنسوري ليجامنت العدسه تتشد. لا تاني. كونتراكشن اوف سيريالي ماسل يتسبب في ريلاكسيشن اوف سسبنسوري ليجامنت. الريلاكسيشن اوف سسبنسوري ليجامنت يزداد تحدب العدسه، يزداد اتس كونفكستي. لما العضله ترتبط الخوط دي ترتخي، لما الخوط ترتخي العكس تتشد. هو انت كده خلصت؟ انا هقول لك انت بس تفضل. الرساله الربانيه مستمره. ربنا ادانا رساله ربانيه جميله قوي، انا قلت لكم 50,000 مره قبل كده وبكررها المره 50,000 واحد. ما تستناش المشكله تحصل بعد كده تبتدي تفكر تتصرف ازاي، انا مستعد للمشكله من قبل ما تحصل. انا هاخد مقطع دائري، بص المقطع الدائري ده مقطع حقيقي. دي اللينس. اللي بره دي سيريال ماسل. حلو؟ الدايره اللي بره دي. انت ما سالتنيش يعني ايه سسبنسور. سسبنسور يعني يزنق او يحشر. السسبنسور ليجامنت هي اربطه مشدوده على اخرها عشان تمنع قدرات اللينس الطبيعيه في انها تبقى محدده. شفت حبل غسيل في البيت؟ في حبلتين على الطرف كده طالع منهم الخيوط، اعتبر ان اللينس في النص، اللينس دي كره مطاط. عارف لما ببقى ماسك كره مطاط كده؟ لو شلت دي مع كره مطاط يحصل لها ايه؟ هو ده اللي بيحصل بالظبط. اللينس هتموت وتبقى محدده. اللي زانقها في مكانها وخلاها مفتوحه شويه كده ومنفوشه شويه السسبنسور ليجامنت، مشدودين على اخرها. عارف كانك حبل غسيل ومشدود على اخر. تخيل اني مسكت الحدتين دول والاحبال اللي على اخرها دي قمت مقرب انا الحدتين شويه. لما مقربهم هيحصل ايه للاحبال؟ هترتخي. لما هترتخي هيزال الزنقه اللي كانت على اللينس فهتنفش ما تصدق. عشان كده ربنا بيعلمك اهو ان ربنا مش مخليها طبيعيه وانت لا تخليها تتحدب، لا ده هي اصلا قدرات طبيعيه عايزه تتحدب اصلا. لان طبعا ما بتزود قوه الانكسار يعني بتزود قوه الانكسار المفروض يعني. انك تعرف تشوف من قريب قوي يعني. فايه اللي مخليها في الطبيعي ما هياش واخده راحتها؟ السسبنس ريجن دي زنقها. عارف كانك شفت العجله بتاعت او الكاوتش بتاع العجله؟ الكاوتش بتاع العجله بالعجله القديمه بايسكل، بايسكل العجله بالانجليزي. كنت هتلاقي الكاوتش كده في سلاك ها؟ في النص في دايره صغنطوطه اهو، هو ده الشبه اللي بيحصل في العين بالظبط. الدايره دي هتموت وتبقى محدبه. مين اللي زنقها في مكانها؟ السلاك دي، والسلاك دي ايه؟ طولها ثابت زي ما انت شايف اهو. لو جبت الكاوتش اللي بره اللي هو عضله وقربته موضوع الانقباض، لما تقربه غصب عنك السلاك هتتنك. لما هتتنى مين اللي ما هتصدق جوه تنفش اللينس؟ دي حاجه اسمها اكوموديشن فور نير فيجن. الكيميكال ترانسميتر هو 3 ثواني بالظبط. للاسف الشاب ده اسمه كيميكال ترانسميتر على الرغم انه مش هو بطل الحدث. عايز ايه اسالي؟ انت من ساعتها عمال الكيميكال ترانسميتر مش هو بطل الحدث. يوما ما قلنا ان الاعصاب الاوتونوميك عشان رايحه لحاجه ما ينفعش تتعب كان لازم تبقى رايقه، فعدناها بجانب وخليناها اعصاب اميلينيت. اه والله من النوع السي لتوصيل بطيء. وفوق ده كله لما هتوصل للافكتور اورجان هنخلي التنفيذ هناك، الاشاره الكهربائيه اللي تتم هناك تتم عن طريق صوديوم. الصوديوم لما هيدخل هيبقى لايجند جيتد ايون شانل. يعني ايه لايجند جيتد يا دكتور؟ يعني الاشاره هتيجي تقوم مفرقعه حويصلات كالسيوم. الكالسيوم بتاع الفضاد يقوم مفرقع حويصلات النقل الكيميائي. النقل الكيميائي يقوم معدي مرتبط بريسبتور عشان يحصل اكشن. شفت الفيلم؟ فبطل الحدث الحقيقي مفاجاه ريسبتور. في ريسبتور على الافكتور اورجان اللي كانت غير الريسبتور اللي كانت في الاول خالص. في الاول بتاعت التغيير دي مالكش دعوه بيه. في ريسبتور على الافكتور اورجان على السموس ماسل والكارديك ماسل والجلان. هم دول بطل الحدث. انا عملت لعبه حلوه قوي. انا جبت مجموعه من المستقبلات قلت لهم يا رجال انتوا رجالتي بتوع السمساتيك او في البار انتوا رجالتي بتوع البار، كل واحد فيكم يقف على سموس مصر او كارديك مصر او جلان يستنى اوامر. لما يوصلني اخباريه انتوا اللي هتصلحوها هبعت لهم. قالوا طب يا باشا ما الاشارات الكهربائيه كلها شبه بعض، مش انتوا خدتوا باين حاجه اسمها اكشن بروتين سيرباين اللي هو دخول صوديوم وكل الاشارات كده.
نعرف منين ان هي دي الاشاره اللي المفروض ننفذ اللي هم ما تقلقوش، هعلم لكم الاشاره بنقل كيميائي. ساعه ما تشوفوه تعرفوا ان دي الاوامر بتاعتي. في حاله السمباثيك علمها لهم بنور ادرينالين تحديدا، وفي حاله الباراسمباثيك علمها لهم باسيتايلكولين. عشان كده ركزوا عشان انا الفاظي دقيقه قوي دلوقتي في الحصه الجايه. كل ما له علاقه بالسمباثيك اسمه ادرينرجيك. كل ما له علاقه بالسمباثيك اسمه ادرينرجيك. كل ما له علاقه بالاسيتايلكولين كولينرجيك. حد لاحظ فرق الجملتين؟ يعني ما قلتش كل له علاقه بالبار. لان الاسيتايلكولين مش هيبقى بتاع بار بس. هيبقى بتاع ناس كتير قوي وهنعرف الحصه الجايه. نتمنى ان تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده. وسنلتقي في حلقات اخرى قادمه ان شاء الله يوم السبت، هنخلي الحصه بتاعت دروس السبت. اوكي؟ اللي هي بتعرف فيها كيميكال ترانسميتر ان شاء الله. وانا لو سالتك سؤال، هو الريسبتور بتاع السمباثيك اللي على البروتوكول وظيفته ايه؟ يوسع الهدايه؟ فانا مش هقول لك اللي في الكتاب، والترم الثاني خلي بالكم بيقعدوا محاضرتين يشرحوا الكلام ده وانا باخد فيهم حرفيا ثلاث دقائق، لان انا مربي صح ده المفروض يعني ان انا مربي. يعني اسالك سؤال انا هقول اماكن مش هقول وظائف، يعني هقول لك الريسبتور اللي اسمه كذا ده يا ابني موجود على البرونكات، موجود على الاوعيه الدمويه، يبقى انت متخيل بيعمل ايه؟ سمباثيك في المكان ده، لو بتاع بره يبقى بره في المكان ده. فعشان كده بقول لك فهم السمباثيك والبره هيفتح لك الفارما وهيفتح لك العلم كله من اوله. اتفقنا؟ وقفل الفيديو كده ومعاكم ثلاث دقائق اربع دقائق خمس دقائق بريك.